ولمزيد من النقاش حول استمرار الأزمة المالية في لبنان ودور حزب الله فيها، ينضم إلينا عبر سكايب من صيداء المحامي والناشط السياسي الدكتور طارق شندب. مرحبا بك معنا دكتور طارق. أهلا، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. أنا حقيقة أتكلم من طرابلس وليس من صيدا، مع محبتي لصيدا المقاومة ولأهلي الشرفاء. مرحبا بك معنا أينما كنت دكتور. الأزمة المالية تتفاقم بشكل مضطرد كما هو واضح، لكن من المؤكد أن ما وصل إليه لبنان اليوم هو نتاج لمقدمات سابقة طويلة الأمد. إلى ماذا ترجع أسباب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان اليوم؟ أولا، ترجع أسباب هذه الأزمة إلى أزمة الفساد الذي تغلغل داخل كينونة الدولة اللبنانية. الفساد الذي بدأ، إذا صح التعبير، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية وبعد اتفاق الطائف، حيث لم نشهد منذ ذلك التاريخ وحتى هذه اللحظة أي توقيف لأي فاسد أو متهم بالفساد في الدولة اللبنانية. هذا أولا. الأمر الثاني يرجع إلى بسط حزب الله لسيطرته ونفوذه على مراكز القوة في الدولة اللبنانية، أي على القضاء والقوة الأمنية، ومنعه بقوة السلاح من محاسبة أي فاسد. فمثلا، منذ عدة أيام طلب صندوق النقد الدولي إجراء عملية محاسبة للدولة اللبنانية، محاسبة مالية. رفضت القوى السياسية التي تتحالف مع حزب الله هذه المحاسبة. إذن المشكلة الرئيسية في البلد هي قوة السلاح الذي يستأثر به حزب الله وحلفائه في لبنان، التي تمنع أي محاسبة لأي فاسد. الأمر الثالث هو سيطرة الميليشيا هذه على المرافق، من مرفأ بيروت إلى المرافق الأخرى إلى المطار، وتحرفها من الضرائب، وبالتالي يخسر لبنان وتخسر الميزانية العامة ملايين الليرات وملايين الدولارات نتيجة عدم وجود استجلاب أو عدم دفع الضرائب للحكومة اللبنانية، ويستفيد من ذلك حزب الله عبر خطوط التهريب عبر المرافق الشرعية أو المرافق غير الشرعية، وبالتالي هذا سبب آخر. السبب الأهم هو الحياة الطائفية أو التعاطي الطائفي في البلد، حيث أن كل فريق سياسي لديه متهم بالإرهاب، عفوا، متهم بالفساد، تتم حمايته من خلال الطائفة. فأنت عندما تتهم أي شخص مسلم أو مسيحي أو درزي أو شيعي بأنه يمارس عملا فاسدا في الدولة، تقوم الطائفة وتحميه، وهذا الأمر يستفيد منه كذلك الميليشيات التي تحمي هؤلاء الفاسدين. نعم. طيب دكتور، يعني بشيء من التفصيل، ما نوع التدخل الفاعل لميليشيا حزب الله في تشكيل السياسات الاقتصادية في البلاد، والتي كما تفضلت حضرتك ويقول آخرون من المراقبين أنها أدت إلى هذه الأزمة الكبيرة الآن في لبنان؟ أتحدث عن الاقتصاد على وجه التحديد. ألو دكتور، أنا معك. سألتك عن الدور الفاعل لحزب الله الذي أدى إلى هذه الأزمة الاقتصادية الحاصلة الآن، بمزيد من التفاصيل لو سمحت. حزب الله، يعني أولا، هو يمارس سلطة الفساد من خلال حمايته للفاسدين الذين يقومون بعمليات التهريب عبر الحدود، وبذلك الخزينة اللبنانية تخسر ملايين الدولارات نتيجة لذلك. حزب الله يملك سلاحا ويقوم بحماية كذلك معامل الكبتاجون والمخدرات في المناطق التي تخضع لنفوذه. حزب الله يستفيد من عدم سيطرة الدولة اللبنانية على المرافق الشرعية، وبالتالي كذلك عمليات التهريب في شتى أنواعها لميليشيا حزب الله. حزب الله ومن يتبع له يستفيدون كذلك من عمليات قوى الأمر الواقع عندما لا يستطيع القانون فرض هيبته في مناطقهم. وبالتالي هذا الحزب الذي يملك السلاح، هو المتهم اصلا باغتيال رئيس حكومه لبنان، والمتهم باول جريمه ارهابيه ينشا لها محكمه خاصه في العالم، هو من يرفض تسليم هؤلاء المتهمين. وهؤلاء المتهمين يديرون مع غيرهم من ميليشيا حزب الله الارهابيه عمليات التهريب وعمليات القتل في سوريا، وهناك اكثر من 120 معبر غير شرعي بين لبنان وسوريا، وفي ذلك مخالفه للقرار 1559 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2004 والقرار 1701.
نعم للأسف القوى الأمنية لا تقوم بواجبها، وكذلك لا يقوم بواجبه القضاء الذي من المفترض عليه أن يلاحق تلك الأعمال نعم التهربية من الضرائب. طيب أضف دكتور، إلى ذلك يقال في تقارير صحفية دولية ومحلية أن هناك طائرات تنزل في مطار بيروت ولا يمكن لأحد أن يقوم بتفتيشها، وهذا الأمر أصبح معلوما لدى الجميع. عمليات التهريب التي يمكن أن تقال أنها أصبحت مكشوفة في الداخل اللبناني وفي الخارج هي من تذهب من خزينة الدولة ملايين الدولارات. حزب الله هو الوحيد الذي يقوم بعمليات التهريب، وهذا الأمر معروف في لبنان. على خطى إيران التي اتجهت إلى الصين لحل أزمتها الاقتصادية، ميليشيا حزب الله أيضا الآن يسعى للاتجاه شرقا لتفادي الأزمة وينصح بذلك، هل الصين أو روسيا قادرتان على حل أزمة لبنان برأيكم؟ يعني كان هناك مسؤول صيني تكلم منذ عدة أيام أنهم لا مصلحة لهم في التعاطي مع لبنان في هذا الموضوع الاقتصادي الكبير نتيجة للعقوبات الأمريكية وقانون قيصر. وفي ذلك رد على مسؤول ميليشيا حزب الله الإرهابية حسن نصر الله الذي طلب الدولة اللبنانية بالتوجه نحو الصين أو روسيا. نحن نعرف أن قانون قيصر يمنع التعاطي مع نظام بشار الأسد ومع كل من يدعم هذا النظام، وبالتالي لا مصلحة للروس أن يقوموا بالتعاطي مع الدولة اللبنانية أو مع ميليشيا مصنفة إرهابية على المستوى العربي وعلى المستوى الأوروبي، وحتى الصين رفضت ذلك. كيف يمكن لإيران مثلا عندما يطالب حسن نصر الله بأن إيران سوف تعطينا النفط، كيف يمكن لإيران أن تعطينا النفط وهي تحت العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية؟ الوضع الإيراني اقتصادي منهار تماما، فكيف يمكن أن تقوم الحكومة الإيرانية بدعم الحكومة اللبنانية؟ كيف يمكن للعراق الذي جاء وفد منه إلى لبنان لتفعيل تلك العلاقة التي حاول حسن نصر الله رسمها مع العراق أنه هو الآمر الناهي في الحكومة اللبنانية أن يؤدي إلى المبتغى؟ ونحن نعرف أن الموظفين في العراق لا يقبضون رواتبهم منذ 4 أو 5 أشهر. إذا هذا التوجه أو الطلب بالتوجه نحو الشرق هو كان مجرد فقاعة إعلامية أو محاولة للهروب إلى الأمام، ونحن سمعنا في خطاب نصر الله الأخير كيف كان يستجدي الولايات المتحدة الأمريكية بأنه يمكن أن نتعاطى مع الولايات المتحدة الأمريكية بانفتاح، فيما كان في خطابه السابق يحاول أن يوهم العالم العربي ويوهم اللبنانيين بأنه مستعد للذهاب للتعاون مع الصين ومع الروس، ولكن مع ردة فعل الروس والصينيين ومع ردة فعل الحكومة العراقية التي هي غير قادرة على التعاطي مع الوضع اللبناني، جاء خطابه الأخير في محاولة منه للتوجه نحو الغرب. ولكن لابد أن المجتمع الدولي بات يدرك حقيقة أن الاقتصاد اللبناني منهار نتيجة للفساد ونتيجة لسيطرة ميليشيا حزب الله الإرهابية. موظفو البنك الدولي في التقرير الأخير الذي نشرته وكالة الأخبارية الفرنسية AFP منذ عدة أيام يؤكد أن الوفد الصندوق الدولي قال للمتفاوضين معه أرجوكم توقفوا عن خداعنا. نعم. لأن الخداع قائم للأسف، والطائفية قائمة والمحاصصة. شكرا لك دكتور طارق شندب المحامي والناشط السياسي، كنت معنا من طرابلس عبر سكايب.